هنا أعتقد تتزاحم الأسئلة كثيراً. يعني خليني أبدأ من قضية أنه أنتم الآن تفكرون بتوفير البديل. أنا أقول هنا ما هي الآليات التي بموجبها ستختارون البديل؟ ومن ثم توارد إلى سمع أنكم تفكرون بتشكيل حكومة ظل أو حكومة إنقاذ وطني، من أين تستمدون هذه الشرعية؟ نعم أستاذ نجم، إحنا من أعلننا الموضوع يمكن أنا وجنابك قبل سنة، هواي سراق أفكار والأحزاب تحركهم يسجل بصمة صوتية، تعرف جنابك هذا من وقفعته، إحنا هواي من الأخوة يتصلون، إحنا واضحين وبالإعلام مو مضمومين، هاي نقطة مو صحيح؟ تمام. أنا وأنت واضحين تمام. ومعروفين منه فلان وفلان، أصلنا وفصلنا يقدروا يروحوا يشيكوا، يعني ما يحتاج، الشعب العراقي صار له 18 سنة يعرفنا. إحنا البديل الوطني الحقيقة إلى خطين، الآن جبهة المعارضة على الأرض متشكلة في كل محافظات العراق، بدأت تستقطب ليس فقط اللي بالساحات، حتى واحد لا يعتبر على قضيتنا احنا تظاهرات، لا احنا مو تظاهرات، احنا مؤسسة تبنى بجهود ذاتية تستنقي أبنائها، تنتقي أبنائها من كفاءات وقدرات الحقيقة لتشكل كما ذكرت أنت تشكيل بناء دولة وليست سلطة، تبني دولة كاملة كمؤسسات وكذا جاهزة. هنا حتى تستطيع أن تنفذ هذا المشروع تحتاج أن تكون بيدك السلطة، السلطة عندها خطين، ذهبوا إلى الانتخابات وقبل أن تجرى الانتخابات تم تزويرها وتوزيع المقاعد من الآن للأحزاب، فهذا الخط الحقيقة الآن الجبهة تقف بالضد من عنده، ولا ترضى على أي شخص من أعضاء الجبهة أن يدخل في هذه الانتخابات، وإذا أراد يدخل يعبر عن نفسه فقط ويخرج من الجبهة، هذا واحد. نذهب إلى تشكيل حكومة المنفى الحقيقة التي سوف تكون نتاج مؤتمر شامل تعقد المعارضة العراقية الوطنية، يعني الجبهة العراقية الوطنية المعارضة من الداخل والخارج، لتشكل حكومة المنفى التي تحاول أن تنزع الشرعية عن النظام القائم مرة أخرى، أقول وليس النظام السياسي المرسوم في العراق اللي طمحنا إلى قبل عام 2003 أن يكون في العراق نظام ديمقراطي حر قائم على أساس تداول للسلم للسلطة وقاعدة الانتخابات الحرة نزيهة، هذا هو الفكر. الآن ما موجود هذا في العراق، ولا أحد يستطيع أي شخص أن يجامل ويقول في العراق جزء من هذا اللي أنا ذكرته من النظام المرسوم. لذلك نزع الشرعية عن هذا النظام، وخصوصا في قتل الشباب ومحاولة الضغط على الأمم المتحدة لتغيير ممثلها في العراق، وأنا الحقيقة لا أطلب فقط تغيير ممثلها في العراق وإنما تغيير البعثة الأممية، لأن هناك أشخاص صاروا 17 سنة بالمناسبة بالبعثة هم اللي يحركون الممثل الأمين العام، لأن هذه البعثة هي صايرة غطاء للجرائم للأسف، وشفت ما حصل في التغيير قبل يومين. لذلك احنا عندنا خطوات في التحرك وضغط ليس فقط في باب الاحتجاجي وانما من خلال رسائل تصلنا من الداخل نحولها الى الخارج، ليس من باب التوسل والترجي كما فعلوا الان يفعلوا هؤلاء المعممين وغيرهم، يتوسلون بواشنطن بس تبقيهم بالسلطه، احنا مو هكذا، احنا الحقيقه نكشف الحقائق ونقول لكل دول العالم، أما أن ترفعوا أيديكم عن هؤلاء الحاكمون القتل اللصوص أو أنه سوف تخسر الشعب العراقي على مدى طول التاريخ الحقيقة، وخسارة شعب ليست قضية مهمة يعني بسيطة.